السلام عليكم الاولاد بوسعادة كالعادة رياك تجديد قبل كل شيء الاولاد الساعة نحبوا ونترحموا على اخواتنا في المغرب اللي شهداء الزلزال ولا في ليبيا بتاع الفيضانات بالرسمي ربي يلطف بينا ان شاء الله هم طايق خويا صاير في بلدان العربية هم طايق ان شاء الله يا ربي يلطف بينا هكا هو هكا شنو نجمو نقول بيت اول الاولاد نتعداو سبيسيال شوية رياكت متاع اليوم زوزة دوما ريكتت عليهم كل واحد وحده لكن طلع تسجيل فيه تخشخيش هاك علاش ناحيه الميكروفون عودت لكن بخلت باش نعاود كل واحد وحده لذا قررت باش ناخذ فيرس من كل تراك التراك الاول باش نريكتيو عليه هو جبلي ولد سوسة مهبط ثاني تراك عنده في شهر ارقامه مش خايبه الحقيقه عمل التراك الاول 74000 ظهر لي والتراك الثاني 12000 كبدايه يعطيه الصحه باهي مش خايب شو نحكي ونسمع شوية من موسيقى متاعه ونعطي ورأينا فيه وكيف كيف غوست فيس سمعناها قبل وليد محلاه يعرف يخدم خدمة كاسحة عمل من قبل والزوز مختلفين على بعضهم واحد يخدم أولد سكول وكذا وواحد يفايبي إذا نمشي ونسمع ونعطي ورأينا في تركات الزوز ورأينا المتواضع Let's go بالأولاد Let's go حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم الله كي تغنيش تقري وراك تذر حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر كما قلنا لكم الأولاد نبدأوا بالجبل والتراك اسمه وان داون الحقيقة سمعتهم الزوز راني سمعتهم وقلت لك رياكتيت عليهم لكن الصوت طلع معناها خايب هكا علاش باش نعاود نسمعكم شوية من الفيرس من مواصل ما شوية من التراك ونحكيو فيه ونعطي رأيي كيما من الأول رأيي المتواضع إن شاء الله وإن شاء الله توب جبالي مش براون حقيقي مش فوتوشوب شادة رجله زوز مضامن تتعلم من عندي توب أما خسارة بعيدة عليك ما تتشاف بميتروسكوب بالمجد مش بتفدليك جيبك نكملوا خلنا نسمعوا فيرس هكا نسمعوا حتى دقيقة باش ما نطولوش عليكم نسمعوا دقيقة من عنده ودقيقة من ديلو والورقة جيب معاها وحيد زقن سبعة مسمر ومطرقة اللي في كتيبة أفكار خنن ما نجملش حق الحلقة ما نحطش روحي فيك فن نطلع حي في خير الحلقة ما تجيبهاش معايا بدم موحل فيك علامة لهني يعني قبل ما رياكت في رياكت الأولى دخلت للشين بتاعه لقى متصور زقيته قلت له يا بروش بيك صاحبي اني يعني بكلي وقت تشوف لورا ونترينا وقاتلها وما تصورت الزقيت تصورت انتي زقيتها بعد كي جيت الرياكتي قال الفاز هذه ما تجيبهاش معايا بدن اقسم بالله شدني كريزم تاع ضحك في الرياكت جت مزيانة علق عرفت حسيت له وقال لي ليه عرفت كلاشيني بالوقت رجع لي الفازة الله غالب رياكت ما مشيش زقة تحط في راسك نتوية وتولي عايش متخلف تحل باب بلاي مشاني قلمي فيك يتحلف الضيحة دومون كي عين تشوف وعين تتلف يجي نهار وتقول سي هاني عليها بديت نتعرف ما لازيد تعرف ما لازيد تعرف ما لازيد تعرف بيه خويا الجبلي انا سمعت تراكك الكل صاحبي باش نعطيك رأي المتواضع معناها برو شوف انت اخترت الطريق نجم نقولوا اولد سكول هكا حاجة لهني برو المزيكا اللي تخدم عليها انت والستيل هذا لازم بيرانك واو 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 فوق ما تحكي ليش انت برو ما سمعت لكش بار حتى برقوي فماش هكا حتى بونش لاين ما فماش برقوي ما نرتقيوش للبونش لاين فماش برقوي برو فهمت اش معناها مثلا اني فما تراك سمعته مره بركه للي مره سمعته مره قعدت الكلمه هذه في راسي ايد واحده ما تصفقش اما تجيبو كلوت من اكسح البونش لاين اللي سمعته معناها برو لازمك اعطيني انت ما فماش انا من الاخر والكلام هذا قلته في الرياكت لو عطولك في الرياكت الثاني فهمت يعني صاحبي ما شاء الله عليك شد الريتم جوك احلى جو كانسان يخدم ثاني تراك راك بالرسمي يعطيك الصحه وبداية مشرفة لكن مزلت باش مزلت 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 برو شوف ريت انتي تو 3-4 سنين القدام راو مزلت انتي ديجا قلت في التراك وعمري 18 يعني صاحبي مزلت قدامك برشة ثنية طويلة هيك الخي على سبيل المثال يرافي من 2012 باش وصلت تسمع 2023 ولا 2022 يعني برو مزال الطريق طويل قدامك ويعطيك الصحة كبداية بداية مشرفة بالرسمي وعندك ناس تسيبورتي فيك من الأول وما شاء الله راه سوسة معروفة يعني دي سيبورتيو برشا بالرسمي بيجلوف أحلى ناس سوسة خويا راهو
في سوسة سيبورتيو برشا. حاول ما تخسرهمش، حاول ديما تحسن من روحك باش الناس هذيك اللي تسيبورتي فيك تزيد ما تنقصش. بيجلوف صاحبي، هذا شنو نجم نقول. تعداو نسمعوا جوست فيس. جوست فيس سولو. الحقيقة الوليد ما سمعتوش التراك، كنتش نسمعه. كي لقيت الوحدة الأخرى ما غير صوت قلقت ومشيت خرجت عملت قهوة وفديت حكي. قلت بعد اللي تموني نعمل في قهوة، قلت نصورها من الزوز مع بعضهم. باين قدمة شوية ديريكت باي أمير. الزوز مختلفين على الأخر في ستيل موسيقى متاعهم. نخرج خسر وقتي كان باش نقعد نخمم، نخرج خسر راحتي كان باش نقعد نخمم. عقل واحد فينا دوسيه محمم، حتى في عقل واحد فينا دوسيه محمم. زبورة برو كل خمش نضيف متهمم. أمي قتلي يزي ولدي وضعك ما يتمن، لك حل دير بيا وانا بدروق اللون. ميني شهوني انا في روحي نهمل. شوف بالليل لحظة اخويا الجبلي، ان شاء الله تقعد تطلع مزلت معانا لطول هني. بيشوف هو يفايبي يرى، يعني حتى كي يبدأ ما عندوش بارول مزيان راهو يتشيخ عليه العباد. كي سامارا مثلا، فهمت؟ ساعات سامارا يهبط لك تراك ما فيش بارول قوي، ما فيش بيران كاسحين، لكن مادام هو يفايبي يشيخ على الفايب متاعه. لاني اسمع هو يفايبي وعطيك بونش لاين ويت وبيران. اسمع هذه قالك نشوف الدنيا كحلة وبالدروق اللون جميلة. أمي قتلي يزي ولدي وضعك ما يتمن، لك حل دير بيا وانا بدروق اللون. لك حل دير بيا وانا بدروق اللون. وشو محلاه الفايب برو مش عادي. بزولية كي نقول فايب نحسها رزينة. فايب خلاها فايب. لك حل دير بيا وانا بدروق اللون. ميني شهوني انا في روحي نهمل، بيقيف مخي ما لازم نكمل. كمل في السولو. نيك ملا فايب برو. قلبي سكرتو. شوف صاحبي شوف محليه الفايب. وراو ستيل الجبلي راو اصعب من ستيل هذا برشا. لهني لازمو فايب، لازمو ساعة كيف كل حاجة مختلفة. لكن انت شوف لهني في دقيقة، في دقيقة ما عطاكش برشا بيران. راو من بحكي معاك لكن كلها فايب، قوت فايب. لكن الجبلي شوف انت في دقيقة قداش عطاك منبار وقداش كتب لك. يعني لازمتك هك، علاش نقول لك برو لازمتك كتيبة. ستيلك انت لازمو الكتيبة، لازمو ستيلو كاسح، فهمت؟ ليه صاحبي برجولي انا سمعت من التراك دقيقة وخايف نظلم الجبلي ولا يقول لك شبيك انا عديت لي دقيقة هو عديت له اكثر. اما برجولي برو لازم نكمل. طرف شنية الحب طرف الحب اللي في قلبي منعته. قلبي سكت ما في دايشته. تعود على زمان فلوس قبل مشاعر، واللي حاول باش يقرب لي بعض هذا مش من الفلوس قبل المشاعر. لحظه اش حاب يعمل لنا؟ انا قال حل فلوس قبل مشاعر، واللي حاول باش يقرب لي بعض هذا مش مني. ونقال حل ظهري قوس منها زين حمل، في فيلم نخرج انا شرير وهما غالدين ما ابطل. زبي نيك في فيلم نخرج جاني الشرير وهم الابطال. يا زبي احلاها ظهري قوس منها زين حمل، في فيلم نخرج جاني شرير وهم غالدين ما ابطل. توا باش نولي نكلكل مدام كلها حابه تزدغل. سيركل صغيره مع كعبتين وتغلط في مخي تقتلت. مختل سايب في الهبل انا واصحابي كالهمل. ما تدوشنيش وحش نتبل تعبجي فلوس قد جبل. نقوي جيبي وسيبي في اللينا تشيخ معانا مخي تتشل. زبي نيك برو ملا فلو محليه. شوف تكنيك صح صفر واحد صفر منوبة في الكود البوستال. وين اللي نوستال جيك حابب نفوت عما مخي رجع فيا البرشة ذكريات متاع قبل. وين اللي بلشتال بيغ كرهوني كعبد وحبوني لعبد تنجم على شبيح تسأل. رد بالك في الشارع تغفل رد بالك في الشارع تغفل. برجولية محليه خدم تكنيك محليه لاني قلب بعتي الامان وبعتو حل.
خسر تعطي ليمين ومبعتو حل تعطي كلمة ومبعتو حل وقتي كان باش نقعد نخمم نخرج خسر راحتي كان باش نقعد نخمم عقل واحد فينا دوسي محمم ما شاء الله علي برجولية بمور فايب ما شاء الله علي حتى فايب مليح خوي فايب مليح سي ولدي وضعك ما يتمن لك حل دير بيا وانا بدروق الاول هوني انا في روحي نهمل بقيف مخي اما لازم نكمل برجو ليا ذا ثاني تراك نسمعه له بس فيس يعطيه الصحة الوليد بالرسمي عنده ما يقول في روحه خويا والله العظيم يعطيه الصحة عنده ما يقول في روحه بي الوليد عطيونا رايكم في التعليقات ساعة في زوز تراكات وفي طريقة التقديم متاع التراكات معناها هل تحبوا نخدموا هيك تساعدني برشا خاصة للناس اللي بادية جديدة والكذا اني ناخذ زوز من الناس ونعملهم فيتا في فيديو واحد يرتحني اني اكثر خاطر من ماكم تعرفوا معني فهمت نجمو نسيبورتيو اكثر عباد حاسيلو كيما قلت لكم خويا جابلي اني تراكك سمعته الكل كي سمعته كامل وما كانش عندي الانرجي باش اني نجم نعاودو خاطر باش نعاودو باش تعدى ماس تاع الاخر ياك تخاطرني سامعه فهمت كما قلت لك حاول انك تقوي بيرانك برو عطينا بيران قلت لي بار يضرب في الحيط لازمه ما يرجعش لازمه يدب يتغرس في الحيط صح وكا هاو جوست فيس برو بالرسم يعطيك الصحه صاحبي حاول ما نعرفش يعني برو حاول انك تخدم اكثر على روحك عن طريق التسويق لمزيكتك راه فما طريقه لتسويق المزيكا معناها انك تجي تخدم موسيقى تخدم كليب كيما هكا وفايب مزيانه كيما هكا ومن بعد تلوح تراك في اليوتيوب وتمشي على روحك ليه برو ما استنى شكون يخطف لك شريك كيما احنا هكا نبدا متعدي بالصدفه نقول بالله خلينا نمشي نعمل طلعك فل ليه برو اخدم تيك توك هبط فيديو تيك توك هبط انستغرام هبط صاحبي اللي انت اخطف لك في بلاصه هيك الخويا 12 عام وهو يهبط في اليوتيوب ما سمعوا حد اليوتيوب ما سمعوا حد لين برو مشي انت اقل عمل الحل واللي هو الغاية كيفاش يقولها الغاية للوسيلة ولا الوسيلة تبرر الغاية ولا الغاية تبرر الوسيلة ولا حاسيلوني نطلع في الشارع ويسمي العباد نسمع العباد نسمعك فريستايل اعطيني رايك لين تضرب عن طريق حاجة هيك كيكا نجم يوصل غناء هيك الخي راهو من قبل غيرش مفسخ مسكرهم غناء القديم راهو من قبل يكتب وعنده ستيلو جارح 2015 و 2014 تسمعوا يرافي برو تقول هذا يشبي سبق عصره مش على خاطر خويا ولا حاجه لكن بالرسمي خويا ما تقعدش هكا تخليش روحك هكا حاول تعمل سبونسور ظروف صعيبه نعرفه لكن ما تخليش روحك هكا برو تهبط غنية على اليوتيوب وتقصد رب من الاخر صح وباذن الله خويا نشوفوكم الزوز في حوايج ما خير بسعاده كالعاده اعطيونا رايكم في طريقه تقديم زوز تراكات في فيديو واحد باي باي لبنات